أني مصور، حبيت التصوير ودرسته، هي هاي شغلتي اللي أعيش منها هسة. أحب العراق من شماله جنوبه، واللقطات من أخذها تطلع تخبل، لأن أني أحب للعراق، فعيني تشوف أحلى شي بالدنيا. بس مرات أخذ لقطات الأشياء مو زينة، وبصراحة أتردد من أريد أنشرها، أقول عيب، لازم ما يطلع عن العراق بس الأشياء الزينة. وبنفس الوقت أقول إذا أنا وغيري نسكت عن الأشياء المو زينة، لعد منو يصلحها؟ أتمنى أصور بس الأشياء الزينة، لأن العراق يستاهل نشوفه بس بالعين الزينة.